شهد الكثير من الأخطاء التحكيمية، شهد الكثير من الجدل حول الأخطاء التحكيمية. احنا هنا بنأكد من بداية برنامجنا، وكنا بنراهن من بداية الموسم الماضي على فكرة الأخطاء التحكيمية. يمكن قلنا من بداية الموسم الماضي كنا عاملين فقرة اسمها في الصندوق وهنشوف الأخطاء، جاء الفار غيرنا الفقرة وبقت بار روم وبنتناول الأخطاء بشكل مختلف، وده بيدل على ايه؟ على ثقتنا ان ما تم تناوله تاريخيا من فكرة مجاملات التحكيم للنادي الأهلي هو باطل، ادعاء باطل باطل جدا. طبعا ناس كتير بتتكلم على الأخطاء التحكيمية وهنتناولها، لكن الكابتن رضا عبد العال في بعض الأوقات بيخرج بتصريحات مش بس الأخطاء التحكيمية تنال من قيمة وقامة زي دكتور طه اسماعيل أو الشيخ طه اسماعيل، وبيتكلم عن فكرة أن تغيير الرأي مرتبط بوجود الكابتن محمود الخطيب في مجلس الإدارة. والحقيقة الشيخ طه اسماعيل للي ما يعرفش هو طبعا أكبر من أي رد على أي شخص يقلل من قيمته، لأن قيمته محفوظة ورمز من رموز الكرة المصرية شاء من شاء وأبى من أبى. لكن معلومة بس أن الشيخ طه اسماعيل خد لقب الشيخ طه اسماعيل وهو لاعب، مش لكبر سنه ولا المظهر الحالي، وهو لاعب. ليه؟ لدماثة خلقه. فما ينفعش حد يتكلم عن رأي الدكتور طه اسماعيل أو الشيخ طه اسماعيل إن هو رأي لأسباب غير فنية، اختلف معاه على الرأي الفني، لكن إياك وأن تقترب من شخصية الشيخ طه اسماعيل. دي رسالة بس كده هنبتديها على جنب، لكن نروح للأهم في الأخطاء التحكيمية ونشوف رأي الكابتن رضا عبد العال عشان نتكلم في كورة وأراء في الكورة وفي الأخطاء التحكيمية، عشان نثبت إن زي ما في هنا أخطاء خارجة عن النص، حتى الأخطاء اللي بنتكلم فيها في الكورة أخطاء مغلوطة. احمد الغندور باي طريقه عايز يكسب النادي الاهلي؟ يا عم النادي الاهلي بيكسب من غير اي مساعدات. انت اديت فاول على جوه الكوز بتاع ال 18، الراجل ما لمسوش والراجل قاعد يصوت ويلطم ويقول لك ما لمستوش. طب دي بقى نرجع بقى لضربه الجزاء، لو دي للنادي الاهلي كنت هتحسبها؟ اه تحسبها، والفار ساعتها كان هيجيبها لك من 100 طريقه عشان يوريها لك ان هي ضربه جزاء. خلي عندنا ضمير شويه، عايزين ننجح. الاهلي واخد الدوري، واخد الاهلي بطل ده، وعنوان النهارده برضو الاهلي بطل الدوري، يعني العنوان بتاع المانشيت بتاعي بتاع الفيديو الاهلي بطل الدوري حتى بخسارته الاثنين بونت، وحتى لو خسر 10 بونت الاهلي بطل الدوري على اللي احنا شايفينه من تعنت من الحكام وتعنت في مستوى الزمالك. الاهلي ان شاء الله بطل الدوري، لان الاهلي هو صاحب النفس الطويل، هو اللي عنده اسكواد اقوى، هو النادي القادر دايما على انه يحسم البطولات مهما كان في منتصف الموسم بعض الازمات او النتائج السلبيه. لكن لما نتكلم عن اخطاء تحكيميه، حتى الناس اللي بتتكلم بتقول خلي عندكم ضمير، هو اي حد يغلط يبقى لازم نروح لفكره الضمير؟ بالمناسبه كرة بدر بنون نستعرض على الشاشة، الكرة أصلا من خارج منطقة الجزاء، يعني حتى لو فيها أي عرقلة فهي في النهاية فاول مش ركلة جزاء. شيء غريب جدا، شيء مش مفهوم، الناس تقريبا ما بقتش شايفة الخطوط بتاعة الملعب فين، وما بقتش بتشوف إعادات، وتقريبا ما بقتش بتشوف مباريات. فدي كرة بدر بنون، الكرة من بره ال 18. طيب ليه بقى احنا هنتكلم النهارده في سكه ايه؟ الاهلي لو للاهلي طبعا بتتحاسب كتير. طب ادي يا عم للاهلي وبره المنطقه واتكلمنا فيها. الاخطاء التحكيميه كمان بتتكلم ان في ركله جزاء للنادي الاهلي في المباراه دي بتتجاهلها. انت متخيل انتقاء لقطه بانون عشان اتكلم عليها وبتجاهل اللقطه الرئيسيه اللي هي بتاعت بيكهام؟ بس انا عندي تفسير. اولا احنا بنشكر المشاهدين على تفاعلهم مع فقره كابتن رضا، لان هي كانت المره اللي فاتت ناجزه، يعني بتوصل فكره التناقضات والاراء ووصلت كتير، وبغض النظر عن الكلام اللي قاله احنا مش هنتناوله عننا، ولكن احنا بنوصل فكره ان احنا فعلا كشفنا حاجات كتير. المره دي بقى هو حب يغير الكارير. طب انا بقى حاجه في التحكيم، طب ما برضه جيت في التحكيم غلط، يعني برضه جيت في التحكيم غلط. هتيجي هنا في فقره اسمها فار روم، انت ما راجعتش الفقرات، راجعت المنتدى ونسيت ان في فقره اسمها فار روم. اولا الاراء لما تيجي تتقال يا اسامه، انت وقفت عند حته مهمه جدا، فكره الضمير. يا سيدي قول رايك الغلط، ولكن انت جيت اتكلمت على لعبه ان الحكم ما عندوش ضمير عشان، او الناس ما عندهاش ضمير عشان كذا، وانت تغاضيت عن اللعبه الاساسيه. كمان فكره الفار كان هيعيدها 100 مره. طب هو ايه حصل في بيراميدز؟ ده هنروح له بقى. ايه حصل في مباراه الاهلي؟ ايه حصل في الزمالك؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معانا. بس الاول نأصل للمباراه دي كان ايه الوضع فيها تحكيميا، وكابتن رضا اللي شاف لقطه بدر بانون فقط تغاضى عن ايه داخل المباراه. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي حلل المباراه تحكيميا ازاي.
الشد والمسك. ممكن المسك يا كباتن لو الشد من الفانيلا ممكن ما ياثرش على حركه اللاعب في التقدم، صح يا دكتور طه؟ مش كده؟ لان ممكن الفانيلا بتتشد معاه، لكن الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الامام، لو هو بيمسك ليه بيعلي ورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه. فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا، وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود، وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. الفار اللي كان المفروض يا كابتن رضا يجيب اللقطات من كل حته، هو اللي الفار ما شافش زي ما قال كابتن احمد الشناوي، هو الفار اللي تجاهل لقطه. لو الحكم تجاهلها ماشي، الحكم ما شافهاش، هفترض حسن النيه. طب والفار؟ اللعبه ما فيش اي حد اتكلم فيها. هنا افتراض حسن النيه هيبقى صعب، بس كمان مش دي الفكره. الفكرة ان النادي الاهلي هو اللي بيرجع يتقال ان هو بيتجامل من التحكيم في لقطات واضحة جدا ملهاش اي مبرر ان ما يكونش في تدخل فيها، لان البعض بيشوف ان ده مبرر ان نبدأ نهجم على الفار. ودي حاجة أسامة انا هاممني جدا اقف عندها، مهما كان المساوئ والاخطاء اللي هنقف عندها، مش البديل اللي عايزه البعض ان احنا نلغي تقنية الفار. لان انا لو لا اامن القرارات في عدم وجود الفار، وهيكون الرد دايما اصل الحكم خطأ بشري وما شافش. الفار مش عامل بشري، فلما اجي احاسب هعرف احاسب صح ان كان في تعمد. فكرة الغاء الفار مش هي البديل. ليه ربطت؟ لان كابتن رضا من انصار فكرة الغاء الفار، هو وطيار بدأ ياخد فكرة إلغاء الفار اللي احنا شايفين ان لا، النادي الاهلي متمسك بيها، لان النادي الاهلي طالب بيها كذا مرة. والنادي الاهلي لما بيطالب بيها بيطالب بيها ليه؟ لانه بيأمل او بيسعى لمزيد من العدالة التحكيمية. كمان بنقول عايزين الفار. مزيد من العدالة التحكيمية. اكيد الفار زي ما بنشوف فيه اخطاء كتيرة جدا وارد جدا، بس ما بنشككش في ضماير الناس، لكن بيقول اخطاء وفي اخطاء جسيمة. والنادي الاهلي هيتصدى لاي اخطاء من بداية الموسم حتى لا تتكرر مواسم اخرى كان البطل فيها هي الاخطاء التحكيمية، بدون ذكر المواسم الناس كلها عارفاها. لكن رسالة للاعبي النادي الاهلي، وتحديدا اللي يتحط في موقف بيكهام. انت يا بيكهام اكتر واحد في الملعب كله عارف ان انت تشديت، لازم يكون في اعتراض بشكل مهذب مع الحكم ودعوته ان هو يشوف الفار، ونحاول نعطل اللعب باوت او باي طريقه. حتى للاسف لو بار التحكيم هياخد سكه ان هو يديك انذار، بس انت احرجت اي حكم عايز يتجاهل فكره العوده للفار في كرات حاسمه زي ركله الجزاء. انا مش بقول لك تتدخل في اي كره انت عندك في الجول، وفي ركله الجزاء لازم طالما انت متاكد ان دي ركله جزاء لازم تحاول باي شكل ان انت تخلي الحكم يتوجه للفار، عشان دي كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. احنا مش بنتكلم انها هتتسجل ولا لا، لكن احتماليه تسجيل ركله جزاء اعتقد عاليه، واتمنى تكون دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي.